تكون نواكشوط إذاعات الشباب. تحية طيبة إلى كل مستمعي إذاعة الشباب وإلى مستمعي متابعينا عبر قنواتنا الفضائية. لنا إذاعة الشباب حاولت لنا تهجئ هذه الحلقة لكل المتابعين وحتى المشاهدين. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة خاصة أو حلقة خاصة مجيحية بيت الجمعة. ولد في كيفا وتعلم في كيهيجي، دخل عالم المدح وهو في عمر الزهور أي في السنة السابعة من عمره، تذوق السيرة وأحبها وتعلمها وتمسك بالفن الذي ورثه عن جده وأباه ليغرق في بحر محبة الرسول والبحث عن صفات خير البشرية. وما أحب بشر خير الوراء إلا ورفعه الله به مكانا عليا، حيث مثل موريتانيا في أمستردام وفي فرنسا وفي ألمانيا في مهرجان هانفور وفي بلجيكا وفي الرباط وفي الإقليم الصحراوي. ضيفي هذه الليلة هو محب الرسول صلى الله عليه وسلم الفنان المداح محمد الشقالي. نورت معنا إذاعة الشباب ونورت معنا قنواتنا الفضائية. أهلا بك معنا. مرحبا بك وسهلا وسهلا ولا مشرفانا الليلة اللي هون معاكم الله نمدح لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام. أيضا إذاعة الشباب هدات لكم جانب ثاني من المدح، وهو من مواليد وأضاع صيته في عام 1992. مدح أفضل خلق الله وأظهر لجيله مدى شوقه لرؤية وزيارة ومحبة خير البشر، حيث تعلم المدح من جدته التي كانت تقود فرقة مجيحية. أسس فرقته الخاصة أو فرقة النجوم في عام 2010. شارك في أول ألبوم مجيحي موريتاني تحت عنوان اسكي. ضيفي هو المداح موسى بلال الملقب بب. بب أهلا بك، نورت معنا إذاعة الشباب. مرحبا بك وسهلا وسهلا وسهلا. الله يعلم. مرحبا بك وسهلا وسهلا. ايضا معنا كوكب من المداحه ومعايا العازف احمد دونه محمد الشقالي، معايا المداحه من مدينه المناجم سالم العمر، على التجنيت الحاج بيليل، المداحه ايضا على الطبل يسلموا الشيخ. اهلا بكم، نورتوا معنا يا شباب ونورتوا قنواتنا المحليه. لنبدا معك محمد. تفضل. الله يلا. مرحبا. سهلة. بسم الله هي الأولى، وبالله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بإذنه العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا رفوان أيه لا يبدو، قل فيه بدأت بأسم الله في أول السطر، فبأسمه حصن منيء من الضر. صليت في الثاني على خير خلقه محمد المبعوث بالفتح والنصر. تارق الرجحة جحة من قريش قريش إذا ما لمر في الحدثان قال إذا ما لمر في الحدثان قال يما أياما ينظرون سعيد سعيد كأنهم يرون بويل أوى كأنهم يرون بهدل يما كأنهم يرون يرون في دليل هي ويم يما دليل يا ليل مدينة صلوا على نبينا، يا المسلمين صلوا على نبينا، يا المسلمين
وألم بينا يا ربي صلي على نبينا يا ربي صلي على نبينا مالك اللي عيب وشفعينا مالك اللي عيب وشفعينا يا أهل المدينة يا المسلمين صلوا على رسول الله صلوا على نبينا يا المسلمين أطراف صلوا على نبينا يا المسلمين صلوا على نبينا يا المسلمين صلوا على نبينا قربوا ما يحبه قربوا ما يحبه خلاف حسينا يا المسلمين صلوا على نبينا يا المسلمين صلوا على نبينا يا المسلمين صلوا على نبينا يا ربي صل على نبينا مالك اللي وشفع بينا شفعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. نقول للمتابعين والمستمعين على إذاعة شباب الليل ظفرت وحتى لقنوات ظبروك على أنها أول مواجهة. أنا معدتها ماراثون مع بده ومحمد الشغالي مداح الرسول، لذلك نحن ظفرنا بها الليلة. الله بابا مساءك سعيد. مرحبا بك. مرحبا بك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله اللي الشرف لليلة اللي مجمع معايا مداح الرسول اخوي وصاحبي اللي قال عليهم الله يزيدنا ويزيدكم ان شاء الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سندورو نحن سندورو ولا نبي نمشو سورو حناش ندورو حناش ندورو ولا نبي نمشو سورو مدحنا أبي واعر قولو ولا نبي نمشو سورو وحناش ندورو حناش ندورو ولا نبي نمشو شورو ومدح النبي هو طربي مدح النبي هو طربي ما قاديره اللي دورو يقول القاف اللي بقاه ويقول الشور اللي بشورو يقول القاف
شور اللي بشوره ولا يا نبي شوره نحنا شندوره توما شندوره ولا يا نبي نمشو شوره نحنا شندوره حنا شندوره ولا نبي نمشو شوره ونحنا دوره ويا الواحد لحد ندوره فضلك وندوره شفاعة فينا محمد ولا نبغو نمشو شوره سبب عدلك تخصص متخصص بانك دار المدح بالضبط اختي المعلومه لا ينقول لك الا الحقيقه انا من اسره فنيه والاسره الحمد لله كامله رابي فيها وذاك اللي عندهم من الفن انا نعرفه وشفته ودري قري لي والدي تدنيته زينه والدتي يردينها طاي زين وزوانهم زين ويشقلوه الله في حاله زين وطبع المسندين الى الواح والتدانات ولقط ذل فيهم شفت بعيني
في الشيوعي ابدا. الا انا قبضت الديوان عند والدي وتخصصت بمديح الرسول وقلت نعدل الاخر نعدل يا قال نعرف انا اللي عدله هما ما يقدر يعدله حد. والدتي البوتيك ما تقيسه ما معها محرم ما هي محانيه السعوديه. ووالدي اللي قرينا في المدرسه هو اللي قرينا. اللي يجينا السؤال في المدرسه هو والدي قالوا ابا بكر فوت كم؟ والله عمر فوت كم؟ والله علي فوت كم؟ والله عمر رسول الله عليه الصلاه والسلام والله ليت اليسرى والمعراج هو وازنها والله 21 من نبات رسول الله الوالد وازنه. اللي يجيني سؤال ندير اللي قال والدي في لقنا هو السؤال نجح به. معناها اني الموضوع تخصصت في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام يقر مقره لله الوالد من أنس قيل وهو تبارك الله للواقع والله قمته بالنعيم المقيم برد الأخلاق في أولاده وقراهم كاملي قليل حد منهم ما يمدح قليل حد منهم ما يمدح. تخصصت فنك مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ما نرخي بيدي الثنتين وزالوا عندي 7 سنوات أنا واحد في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه رسول الله احنا مراه دائما نقولها. قالت اختي عيشه متشقالي فامستردام قالتها كامله انا نعرض منها كالصيف. هي اللي قالتها هي مداحة. اخوي الاكبر مني الاعمار يرحمه مداح وآلاتهم زينين وكل يوم جمعه كل عيد كل عيد ما قدوا نحركوا عن الدار لان مدحوا رسول الله عقب صلاه العصر ويوفق سابق صلاه المغرب. الناس تقيس الدار ما تحتاج تعرف فيها المدح ويقفوا صوانهم طيب وزين ويطرحون مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا أنا مدح النبي ما قدر الخيبة يديها ثنتي أبدا. وش نسمع لك؟ شيء تسمع لك لا اسم المدح الرسول عليه الصلاة والسلام ديروا فهم بيالك حق يا وراء مولا حق حق عليك بتقوى الله إن كنت غافل يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وكيف تخاف الوغرى والله رازقا فقد رزق الطيرة والحوت في البحر. محمد الزماني شاك وعوام قد كلامي ماني زايد ذاك على ذاك. محمد محمد الزو وعوامي 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 محمد الزو وعوامي بس يا علي ما هو شوي ما الله ما هو شوي أبدا ولا نقدر ننسى أنا كافيني من وزة وسب زاد السلامي أنا كافيني من وزة وسب زاد السلامي أنا لاهي بوز التراه يماشي يوم القيامة قدامي ذاك اليوم الحامي ومحمد ذاك اليوم الحامي لاهي يشفع لي عند الله يجي عني محام. لا إله إلا الله مزيلك يا محام ومقلاك يا محام لا يشفع لي عند الله يمشي عني محام. محمد الزماني شاك وعوامي وقد كلامي ماني زايد ذاك على ذاك ماني زايد ذاك على ذاك. محمد الزوف وعوامي وعوامي فعوامي محمد عزو فعوامي. شو هو في طريق الرشاد عرفت السجاد هو
يا نبع بالبلاد محبة الزمان شاد وعوان تقد كلامي ماني زي ماني زي ماني زي ماني زي ذاك أحلى ذاك محمد الزوف عوان أقرب اللمات نبدي أمروح وبدأ ونختير أمو يا أمي ذكروا بيه نحلي فمي ومدحوا بيه النور الله ميت الزيان ونسميه مسمي محمد باسل السام كان ينزهم همي السه لا وقت السام محمد بالزوال شاكواي دعوامي لقد كلامي ماني زايد ماني زايد ماني زايد ماني زايد ياك أعلى ياك محمد إسو وعوان أهدى بالصلاة يا سيد التسليم يا سعدك يا أخي ضد تشكيفك يا كرباس عليك عليك سهلة عليه أفضل الصلاة يا سيد التسليم طب بدايتك مع المدح كانت من رأيك أنا كنت تمشي مع جداتك بما أنها كانت مداحة للنبي عليه الصلاة والسلام في سهراتها المجيحية هي وفرقتها والله ما أنا الله ما أنا الله ما أنا الله هي قاع ما تمشي مع ما تقيس حد تمدح لها عند دارها حق بقى لها دارها واللي هي يمدح النبي جيهوتو من خلال ذاك يمدح معاها حق بقى كنت تجيها كل ليلة تمدح فيها والله وقت المدح هذا كانت اللي تمدح بالدار الله هي اللي تمدح في الدار ساعة فقت باط عليها أنا جدي كل ليلة يمدحوا ما شاء الله كل ليلة الله وش لنا سمعوا وركتيا يتسمعوا مدح لا تقول لنا شيء أي الصلاة والسلام قالوا أنت والله أصلا تسمع جدات تقولوا لا أصلا المدح ذا اللي تداول الناس عندها الله في شيء من إنتاجنا أين لا نزيدوا نقولوا فيه قاف الله الله نختار ذاك المزيد فيه قاف اسمع صدير محمد قال لك بقافك كنت جاحدة عني هو بقافه وهو مداح وهو الشاعر هاي جاهدوا عني كام؟ هذا حق هاي قرأت لي بب مداح أنا دائما أشوف مدحه وإذا أشوفه من حسن الطوار البادر في أيدي نعرف أنه شاعر وأنا نعرف أنه مداح يا عاد مداح عاد زايد فيهم واللي ذاك اللي عاد للإيقاع ما يقدروا عاد والله إذا مداح أنت والله إذا مداح أنت والله كنا بد أن تسمعنا هو الشيء قليل ما يسمعنا حكي نسأل مش فيك تقول تصل المدحة الله يسلمك نصر قريش قلبهم سام تكلم فاتم على سبحان يا كدريل علن ملاقاه مفضل بيزور القرآن والقرآن وكلام الله اللي عزيز أصلي على ساتوس محمد مارق من عدنان تصر قريش قلبهم سام تكلم فاتم على سبحان يا كدريل علن ملاقاه مفضل بيزور القرآن والقرآن وكلام الله ولا ملك ولا نبي ما ضر رسول الله ما نتكلم كل بعد حياة النبي العظم ما نتكلم I'm gonna make you mine.
شرع الله شرع الشريعة تالي
كنت محمد هاسكي على وضعي كنت محمد هاسكي عاش وشاعوك ذروني وحصولنا دابا من هاسكي خلي بابا بكر من قلبي صدق أول أول بينا خلف أمر قاع الليل جاهم شعروا وفش حدا يا غينا دير بلاد أطلع أطلع سمع لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله اللي ناولتني انا دبر اولتنا تتبارى هادلية هذا ما يقدنقى هزرحت لا اله الا الله وفضل رسول عليه الصلاة والسلام. والله لسكانة قاعد ما ستنبقى نتكلم ولا نبقى نصور وهذه مودي على المستمعين والمتابعين كيف يختاروا يسمعوا حق ببا ده زيدنا خليك لي زيدنا سيدنا انت محمد والله 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 هذا هذا فيه هو فاقو يسوله فاقو وشارع لك من كم فاقو مسيكي فاقو هذا يزيد لا تقول لي فيه ما تحرق ترقوي لا يقول لي بدي فاقو هذا فاقو هذا قايد عنده شي خاص موكيل فارغ قال اخو عندي لان التطياب هذا هو الهو اللي الهو عند التطياب بين التطياب لو كو تفاصل مشيتو من البحر تشوف واحد وفيه المناورات اسمع لك جاوب لا ايو جاوب ايو الله لها حل حاج عطي تلك العطي الله صرت لك الله ياك وله راجل العبدين طال سيد العبدال منطلي راشد والعبدال منطلي راشد والعبدال منطلي منطلي راشد فاضل منطلي راشد فاضل خذ روح بعشاء مولى عرب سلمونا فاتوني تبت دوابنا
زين حتى هذا مدح الرسول عليه الصلاة والسلام زين ولا كيفتوش معلوم تاسيو يقواصق معلوم الله لا حق راني لا صح فيه الشبع انه هو معلوم ويا الله ينقال في جميع الطرق وينقال في جميع حد كامل لا يقول هو يأدنوا توحيد واحد لحد وفبرية رسول الله وهذا اللي يقول الله عليه رسم قال والدي الله يقمده بالنائم المقيم رحمة الله يعني ومطلوب لي طلبته لي انت وفي بقدر من الشباب والشابات يطربوا ويدوروا مطرح التطرح التقليدي وياك بعد اصلا عندنا احنا قاسي قال بعد ما لنا بخرش نحاولوا بقى هو مدح الامين هو مدحه ما يفوق هو مدح الامين حد فطين مدح الثقلين ما ينهم ما يقدوا بس باسم الرفيق والمخاليق الرزاق الخليق الرؤوف بالمدح للبليغ الشفيق الصدوق الصديق ياك معروف ياك الله الله ياك الله رسول الله ايوه بس باسم الرفيق والمخاليق الرزاق الخليق الرؤوف بالمدح للبليغ الشفيق الصدوق الصديق ياك معروف يا رسول الله تحقيق الله فيه السيق معنى الشكر الدقيق به محفوظ بعواس وليق للتبليغ في الرسالة صديق صدق مظلوم وفيه الطبيق حد وثيق وعطى الله الشقيق وراه مردوف ابو بكر الصديق العتيق عادسي ورفيق ولقوه راسي في جهه التوفيق دون تعليق ما نتلقى للضيق ما نتلقى للضيق في مخوف يا ربي في الحياه والممات أكرمني بحريات رحامة يا الرحمن الرحيم الكريم أنا ولينا قال لي وادي حد قال الرسم ما يجبر أمبوتياش أمبوتياش التورس ميرا ما نتلقى رد لا أنا نجي أمبوتياش تحوز على طريق لين يخل سهل المسلمين الأمين حد فاطين مدح للثقلين ما ينهو بطا المبي والدي النسب نسيبي أم أبوه قلاب حسيني بالشكل يشرب ونزيهي خلاو يسعد حاضري موميني بالتراب العيني ليشافوا يا سعد المهاجري غيروا اجمعين يا سعد الناصري اوضع النصر بالجهب الحسين قصر الدين الششي العيي نفد عدوه بسيف وزري يمحوني دخلاه بهيني اتشافوا هرب يهرو الشي متعيي ما ردوا لقليدي اللي امه علي لي سروي عادي سروي يضرب للي جاو الفارق ما ينصب برك تجاوب الحين وفي الدار
دارين يا الحسن والحسين فهم تفرحني في الموت بالياقوت اختمي بالثبوت عصا ختام يا الرحمن الرحيم القبي انا واهلي نام انا واهلي نام قالوا الاسم باسم الرحمن السبحان مو العجلة بسم الله لاهي نمدح ليال العصيان بالبرم الحنان جاء وصخام الحلا والإيمان يا قمنا نضرب رب ومنان لين وسه ما يتمنى إنسان يهين على ما شباب عشرة شب بس مع صبيان يا وهل فنان الملكي نغرى انقام تكا واحد منهم عجلان غير احنا صقلوا هذا اللي كان للنقا بجنور ايران لو مزيان برد يخلف يتان عند عتان وحد بالقرآن والبيان مرسول بالسبحان جاء وسقى من حلا وتريمان لا قول لا نضرب رب ومنان لين وسه ما يتمنى انسان بهين على ما شدا داف داف ماش داف عجلا شطبا ربي بقد اثمان بلو عفار بلو القرآن اثمان والإمامة يصلي نجاب قرار نجاء الصحاب تمام يا الرحمن الرحيم الكريم أنا وهدي دام أنا وهدي يا 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 الله أحسن الله على الأسكي محمد شو رأيك في الشباب وبالخصوص الشباب اللي قابل على أنه يعود مداح للنبي عليه الصلاة والسلام شو النصيحة اللي تعطيهم أنا أقول لك الله الحق الشباب ناصحوا لأنه تم يمدح رسول الله وناصح الشباب لما تحرسوا لأنه معروف تاصيه قال السكر حتى والله اللي كثر الرزاق الله إلا حق وصل إلى رسول الله كثر الرزاق صل على رسول الله لا صوم ولا صح لا نقول لك ونقول لهم لا صوم ولا صح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد واضح لا صوم ولا صح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد ما يقول الصلاة والسلام وما تضعف الحسنة إلا بتكرار الصلاة على محمد وإن شئت قبول الدعوات شئت عدل أختم بالصلاة على محمد وإن شئت في الدارين أنت سعد أكثر من الصلاة على محمد تدور الفضل كثر من الصلاة على رسول الله تدور الصحة كثر من الصلاة على رسول الله وإن كانت ذنوبك لا تحصى تكفر بالصلاة على محمد وفي الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وفي القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رغبا إذا سألك قل لهما محمد رسول الله حقا تبينا وآمنا وصدقنا محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد حق على محمد على محمد يا ربي صلي على محمد سلمان على محمد بب على محمد على محمد يا ربي صلي على محمد لا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد يا رب صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد وفي الموت نرى حضورا تصرك بالصلاة يا محمد وفي القبر تحوى بالأداء وترحم بالصلاة على محمد ولا تخشى من الملكين رعبا أبدا ولا تخشى من الملكين رعبا يا سلاك قل لهما محمد يا محمد يا محمد يا ربي صلي ناصح به الشباب وناصح به العصر وناصح به الناس كاملة تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيها من الخير ما يفهم
ذكر بأن الحلقة أو السهرة المجيحية من إنتاج إذاعة الشباب إسهام منها وهدية لكل متابعيها، إسهام منها في مجيح النبي عليه الصلاة والسلام. ونجو لبابا شو تقول لنا؟ مرحبا بكم سهران. اللي تبقوا كامل اللي نقول لكم، أنا اللي نقول لله مدح النبي لا مدح، احنا ندور لا مدح النبي عليه الصلاه والسلام. الله هو اللي قال لكم هون الليله ان شاء الله، هي الليله اللي قال لك لا مدح النبي بك الليله، هلو هو معاك معك الليله مسربين بك الليله، هو محاصره الليله، الليله محاصره نورتنا الليله. غرك معايا زميلي هذا سالم، هذا مداح كبير اللي فدنا مدح سالم، تفضل قول لنا مدح. ونيم ما تحبش نعجز ولا تبسل من اليوم صون غير مدين المدينة المدينة مقلاك يا طفل المدينة 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 ني بشفاعة نبينا المدينة المدينة مقلاك I'm gonna make it.
شم ودموني تبا بكري يوم ودموني ثاني جون أغري يوم ودموني وبيتك مقصد يوم ودموني للزايري يوم ودموني نومك أصعد يوم ودموني للنور نومي ودموني للنور نومي ودموني يا نبع هشام ودموني تبا بكري صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. والله اللي تغير عايشة عليه السلام. بابا نختار نعرف إيش تميت لين جاتك فكرة على إنك تعدل فرقة النجوم. فرقة النجوم صلن. فرقة و فرقة كانت لا فرقة من هنا لا من أهلي هذه الفرقة اللي عندي لا فرقة من أهلي ورأيتهم مصرين متضامين ومدحوا النبي دخلت معاهم في اللي هم فيه كانت تقودنا مرايطيه الرحمة والغفران يرحم موتانا وموتى جميع المسلمين رحمه الله إن قال لهم مباركة يعطيها إن شاء الله الناعم المقيم ومداحة حتى ولين بشاتية بقيت أنا في بل قوت قبل هيك ساعة هو رئيس الفرقة إيه والله خلقوا له مداح هون المداح هذا منين خلق قعدت فيه وقعدت مشارك فيه قعدت أنا فمه وهو كبير الفرقة والله ومن ذيك الساعة اللي نحن ما شاء الله نجوم بادرين هذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام هذا حالته فيه زين والله من رأيك كان فرقة النجوم فيها الشباب والله والله اللي فيها الشباب ياسر فيها حتى الشباب فيها الشباب اللي ما شاء الله يجي طالب كيف ما فت قلت على وسائل الإعلام فرقة النجوم عندها ليلة الحد في بو حديدة ليلة ما تنجهل كل ليلة حد يخلق متحف بو حديدة يخلق لا من الشباب وكانوا فيهم واحدين ما يعرفوا شيء وعقبوا عادوا مداحة هم الله رجع لهذا الجيل اللي جاي من راك جديد فهمتي ومبادرهم بهذه الصفة وش تقول انت للشباب خصوصا مستمعي اذاعه شباب اللي يختار يعودوا يمدحوا النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نقول لهم انهم مصاب لهم لحد ما يمدح النبي تقريبا يمشوا عليها والله الشيء ننصحهم على ضروره الوالدين هي الاولى وعلى كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا وش بيش يوحل حد فيه حد نين ودري يوحل شي يوحل لا شي فيه نفع شي ما ينفع قاعد يقدر يخليه عنه ما تقول عن السيرة يا الطحج يقراها ياك يعود يقراها بعد اللي تكامل يقراها حوز عليها ويقراها به اللي مهمة السيرة مهمة هي اللي سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينة فيها لا يعود تعود الناس كاملة قاعد حتى اللي ما يترك يعود ويعرفوها ويقراوها الله محمد من درا كان فم حد من العائلة حاول تسأل انك ذاك القط قرايت كامل تحول وشوره هو يورثك بعد ياسر مطول العمر ان شاء الله يعود مكتب ومداح شوفي انا هذا اللي عندي اولادي يبوا المختار والشقالي ويبوا المختار الشقالي الديوان اللي عنده كل حد منه يقدر ايش في شبه المدح فيه ما ضيق للأخر
وهما يعرفوا شيء. واحد منهم ما يقدر يقيس المدرسة ما عاد يقرأ ذاك اللي في الكتاب في السيرة النبوية. والشباب أنا ناصحه بأن النقاش يتم هو حنا الأدنى الأدنى مدرسة صحيح بس من حاله يمدح لك رقاش ما سمعت ما استفدت من ذي يقول الله حنا يقول إن فضلية رسول الله أثرها قاع ما واضح هي 124,000 مولانا عدل الأنبياء كاملة فضلها بالنبوة خارقة من 313 و14 عدل الأنبياء مرسلين خارقة 25 وجمع رفتها للمسلمين والتركية عرضوه من عود منهم ما يعرضها لا يفتط ياسر من الفض باللي فرع لي عود يعرضها من ابراهيم اسم المسلمين وسمى نوح ويعقوب الاثنين وسليمان وموسى وايوب واسحاق وزكريا وادريس ويوسف ويونس هارون ويحيى الخير ودول وطول يسع وادم وداود المتين وكذلك الياس اسماعيل شعيب الدين وروح الاله عيسى والقائد محمد نبي يعني 25 يلا كل مسلم ولا يعرفه والشباب يلا يعرفه خالق الصلاة 5 عقب ذاك هي اولي العزم من الرسل الاول منها محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم في الجلس وإيس وموسى ونوح الله الخمس ذي الخمسة إمام رسول الله خاتم رسول الله شفيئنا رأفت أنه خيار البشرية كاملة عليه الصلاة والسلام معناها أن هذا مفيد للشباب يعرفوا ومفيد يعرف الباقيات صالحات شنو هم ويتنقالوا وطرقهم شنو هذا الله يعرفوا وهذا بالنسبة لي عند والدي يوزنوا كامل 21 من نبات رسول الله كي قلت لك قبيل هذا مفيد ولا أدري فنان له يقني بتبارك معي يمدح رسول الله يا الله المجتمع اللي معه يمشي مستفاد من لا مستفاد منه بتوف يا الله ملي ذاك اللي كامل يا الله يوزن المغنيين يا الله يحلو فيه يوزن وين الشباب به اللي تقلت تقبض في قاف اللي ما قبضت في درس كامل ذا النهار القراء يقري وتراه قد للمطال اني وفذي تماشي هذا اللي جاء سؤال في كونكور والعزم رسله كم جاء داري القافته إله يقول والله والله جاء داري القاف ذاك الوقت هو صحيح معناه لأن القفة نشطر هم وصول للشباب وللناس كا من الدرس الكبير اللي لا يتعطي بعد قاع فيه وقت ما في توفيت منه شيء مهم لأنهم يقرأوا من السيرة النبوية ويقرأوا ما تحرصوا ويمدحوا اللي منهم قاعد يمدح بالعربية وبالفرنسية وباللغة اللي المحلية هذا نصحوا ما نبي شكرا لك الله يخليك ويصلوا إلى رسول الله وتوفوا ولا تمشي ولا مولانا أنتو كم اقري 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 لاني فضل بار الصبي واللي فيها الشبك لاني فضل بار الصبي واللي فيها الشبك أبي والبمي نهديه وبي واللي ما ترخي ليد الله الا النبي الا النبي صلى الله عليه وسلم هواك ودي حجبه يفتح قلبي ويلا يقولوا الغني ويتبوا يعطوا المداح يمدحوا لاني فضل بار الصبي واللي فيها الشك أبي والبمي نفدي وبي واللي ما ترخب ليل الليل الا النبي الا النبي صلى الله وصلنا لي بامر وحده قالوا انا غادة نجيب انا بصلي الف بعد صليت لي انا صلي الف بعد صليت لي هذه مدحة ونصر على رسول الله ما عدل هذا من جميع القفال اللي فيه مصر على رسول الله استردتهم في الغنية إذا كان نقود صلينا على رسول الله صلى الله وسلم يا الناس على نبينا وريالك ما فاتك بارو قناة تحت وراني هاديها لإذاعة الشباب وهاديها للشباب وراشيلهم من عند الله التوفيق وطريق السلامة والسعاية يرفع عنا وعنهم البلاء يحفظنا مولانا سماك اسمه لسمكم
ولا يرضى عنا البلاء. بجاه الرسول عند الله صلى الله وسلم الناس على نبينا. رفش راسك قد اللي فات وردم من الناس مسيكين. صلى الله وسلم يا الناس على نبينا قد سخن 200 غنى وساخ بالفي ابن زين. صلى الله وسلم يا الناس على نبينا دلي فات وردم من الناس مسيكين. صلى الله وسلم الناس على نبينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا دلي فات وردم من الناس مسيكين. صلى الله وسلم الناس على نبينا كنت سقط 200 غنم زق بالفي بزينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا قلت لي ما تردم من الناس مسيكين. صلى الله عليه وتوب يدلي نزل في كتوب. صلى الله عليه وتوب يدلي نزل في كتوب. قد الحين لين الدم واللي كرده من الهلال واللي قبضه الروب ما يحاسب الى الحي. يا رسول الله يا رسول الله اذا مشان يا حبيبي محمد. صلى الله عليه وسلم قدر ساكت واش قدر ساكت وليتكلم. صلى الله عليه وسلم قدر ساكت وليتكلم. قدر شوم الليل مغلب وقدر رم الى الاخرى. قدر عين الليل تكلم واللي كردوه بذكرات. يا رسول الله يا رسول يا رسول الله اذا مشان يا حبيبي محمد. صلى الله عليه وسلم قدر ساكت وليتكلم. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قدر ساكت وليتكلم. قدر شو الليل ابو الله وقدر رب اذا دخلت وقدر غير يتكلم اللي كرده من الاكرام. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله اذا بجاد يا حبيبي محمد. يا حبيبي محمد صلى الله على ابو الانوار قد اليابس واللي يخوى. صلى الله على ابو الانوار قد اليابس واللي يخوى. قد ملوك قد ملوك قد ملوك تقسم لما نفرح نفرح من ابلاد قد رقوقة وكتاب وحجارة لو محمد رمشان. يا رسول الله يا حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الناس على نبينا قد اللي فات ورتب من الناس مسيكينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا قد سقط 200 قلم سقط الفين برسينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا قد رجال تعرف يا رجال قد رجال ورجال ديني بوخا قد رجال بوخا ومش اصحاب سينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا قد رجال رجال بوخا اصحاب سينا قد رجال بوخا ومش اصحاب سينا. صلى الله وسلم الناس على نبينا قد سقط 200 غنم زقب الفيل برزينا. صلى الله وسلم صلى الله عليه وتوبه قد اللي نزل مكتوبه. صلى الله عليه وتوبه قد اللي نزل مكتوبه. قد العين العين يخيبه واللي كرده من مكان واللي قبر الله يروبه ما يحاسب من الحاجه. يا رسول الله إذا مشان يا حبيبي محمد يا حبيبي محمد. صلى الله أحمد صلى الله وسلم قدر ساكت وليتكلم. صلى الله وسلم قدر ساكت وليتكلم. قدر شوم الله وقدر وقدر رب إلا نقرأت وقدر عين ولا نتكلم اللي كرده ولا كرأت. يا رسول الله إذا مشان يا حبيبي محمد. صلى الله وسلم
الناس على نبينا قد اللي فات وردب من الناس مسيكينا صلى الله وسلم الناس على نبينا نقدس قد نتين أغنب زعب مرهيب برسين الله علي أفضل الصلاة يسلم وسكت يا كذا كانت هدية زينة للشباب ما هي معقولة هذه أراي هدية قابلت أنا من عندك وهذه تهيئات الشباب وكل محبي النبي عليه الصلاة والسلام داخل وخارج الوطن وكل مستمعين في أنحاء ولاياتنا محمد نختار نعرف أولا شاكرتك على الروح الشبابية تبارك الله سمعت لأنك رقاص الله أكشن حنا بيتم شو ها؟ باي ميكرو محمد باي ميكرو انت بدح رسول الله لكن يوقع لي هراهم ولا انا يعلم قالني اذا ما حركت اعضائي كاملين قام ما نسترح تم لي دلع شيء لا شيء به لهذا اللي نقول نبقي نعبر عنه بجميع الطرق اياك يوصل الفكرة توصل ونبقي الخلق يتم يمدح معايا وانا اللي يقول شيء ما قالتهم معايا الناس بيلي تم نسكت عن الكلمة دار وفق قابل وما يظن وصلى الله وسلم قد الساكت وليد كل وعلى صلى الله وسلم يا الناس انا نبينا يا قد سقب ميتين اغنب وزعب الفيني بالزين اما يظن صلى رسول الله ثم مرة الصلاة والسلام هذا انا وببها نين جابروا دائما في المديح يعادوا شيء قالوا المناورات والمناورات الفنية زينة زينة في المديح وعني قال وعلى لي نجبر مداح والله فنان ما ترى نختار نقول شيء اياك نقول كاني داخل كيف اللي داخل الحلب لو حد داخل الحلب يدور حد ولاك مولي لا فيه الا على انك توخر من الفنان اللي قدامك والله المداح اللي قدامك شيء ما كان قايل ايوه عندنا الله صابنا هو كان عنده لا مشاكل وسائل هي الفنان اللي يدخل الحلب يخش يدور حد يقول معاه ينبلص ولا قال ما كان بلا يدين يقول معاه الشي ما يدين قال يقول شي ما كان قايله اصلا بيدي زين فدرك وهلي على شباب مواجهه في لا المدح بس عليه افضل الصلاه شوف هو ادام اطيب مولانا قلت لك المهم يحضر تاريخ رسول الله قلت لك بارك لي انا معك انا مخطط هو اطيب مولانا هو اطيب مولانا ادام لين دخلت روح خلص صور اسم محمد متعلق باسم الفزان صلى الله عليه وسلم هذا يطلب مولانا من احضار تاريخ رسول الله هذا ما يطلب مولانا ولا يحضر من بيت اليسرى المعرفه عند كتاب رسول الله لنبيه تلاح قلت عند كتاب صلبي في التراب قاس اسمه بصلبي هذا له وليش الاسم الدوني الحذر وخدم تلقى المتمنى به تلقي الوالد المؤمن قاس الثاني بيشرب يا اولاد الخالات يسوي احيي الاثنين في السماء حال رسول الله عليه الصلاه والسلام قاس الثالث هو فيه يوسف النزي قاس الرابع الحق فيه ادريس قاس الخامس هو فيه هارون الريحاني قاس السادس فيه موسى عليه السلام السابع فيه ابراهيم الخليل هذا قطوعة الحل ما هو عبد الله هو عبد المطلب مشى مع جبريل جبريل ما تكد تتخطى بالله قال وانا قدر وقفت وانت قدر مذاكرك هذا جبر الله هزكي النبي لا زحدا ونوى من ظنة لا زحدا وبلاد ابن اي فيه ما فيه ملك ولا فيه نبي ولا فيه حد ما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام هاي اسمي لك ليه اللعين الوسع ليس رسول الله احني والناس وقاته وفقاها رسول الرحمة والتبي والرئيس الثمر وعلاها وعلى الله في الحسب والزين والزين ووقلها هسكي يا النبي لا زهدا إلى هدى يا النبي لا زهدا يا ودي يا ودي يا ودي بخيار براسي حب إلى هدى يا النبي لا زهدا هسكي يا النبي لا زهدا أرسله جبريل حق محمد شغلي اركب امشى شاور ياسع الاموات افتح الالبيبه السماوات السبع في بلاد مار
لهون هسكي لا جهدا ونور من لا جهدا ليلة مولودك يا النبي شفتي وين علمت بيها حقبة ملوك الرحمة حقبة جات الفية تعب فيا هذا عاد خير الزمان هسكي لا جهدا نحن الطينين مدحوك المدح اللي أقبل ما بطس يا بدر نمدح من تواطي ميت جدودو ظن عدنان أسكي لا جحدان نمدح من تواطي ميت جدودو ظن عدنان أسكي لا جحدان تبوك الروح حقبة يا هلا صارك واني معك محمد أربعين يا والنيبان ليلة يا ليلة جعدان واسكي ليلة جعدان والزاري بشري الحق هدنك كانت 50 ركعة كنا بين الروح ابن سودا والصوم الطيب يفوت حتى يصوم وباط سياد والميت شخرات وعدود عندي يعرفهم السبع وبتان مسكية يا جعدان والوان بنت يا جعدان يا حتى بجر رسول الله يا جعدان خلف ربنا انا خل اربع من الفريضة المقيم اثن مكان اثنتين اعلى الماشي بعد مسافر تربية حوران خلوا في الصوم اشهر مفرد تم عليك الشهر الشهيرة يا رمضان خل شخرة وحدة على حد الهي موس وخل ميزان حسنة تمحي 10 بلد من السيئة للنسيان هسكي لا جهدان لا إلهي لا جهدان حصموا من حالي والمال حقبة ما قط خدق حتى في الرسالة يا سيجي يجدك يا يخلق ذهنس زي الطفطان حقبة يخبطهم خبطي الفصالي حقبة واني متولي زروكا شغلك تسهل حالي مسالي لا لا يا يبني زي الرقران هفي لا لا زحدان يا الله يا حسنة واحدة حسنة تمحي 10 بلد بالسيئات اهل النسيان وقت الرجع من عنده شد اهل الحرب وعنده فرسان يوم بدر اركب فيهم بعد منكد اهل الكفر احميه الشيطان ذرياه بالسيف وبالهن الى الفرق فروق اللمة I'm not
الزمان يقودوا لابات يجي وحد يلبحونه ذوك الخرفان وحسن لاباتي يا الصابت والفكاكة الثابة السوداء ضربة الغبر وديا حد لحد واعتقدي من حولك أجلال يوم الغصان ما لازم أرحل نولا ولو البديان الشبه فيها تصرر ويقود متافق لي نعمة وكبدوم وعيالي الخر وابقى والدي يبكوا والمؤمنين 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 يا ورطة مولانا تابق الشام أزكية أزكية ما يبحاستنا ولا بد نوقف الله لا صرتك الله اللي والله لها عليها بدر الصلاة وسكت تسريم هذا جترين ضقوا فرق. شكرا لكل مستمعي إذاعة الشباب وكل متابعينا على قنواتنا المحلية. أيضا شكر موصول للمداح محمد الشقالي الله وأيضا المداح موسى والبلال الملقب بابا تختار بابا مالك. شكرا أيضا موصول للفريق الفريق اللي كان معاهم العازف أحمد دونا ومحمد الشقالي مداح مجينة المناجم السالم والعمر أيضا لتجينية الحاج بيليل المداح يسلموا للشيخ أيضا شكر موصول للفريق العمل الإشراف العام لسيد الهاشم تنسيق محمد الحي أطيب المنى وإلى اللقاء.